اليوم وقعنا احنا حوالي 10 عقود، عقود منها عقدين للتنفيذ مع شركات مقاولات بقيمة 3 مليار و900 مليون، بالإضافة إلى 8 عقود استشارية للتصميم والإشراف بقيمة 3 مليار و300 مليون. طبعا هذه العقود هي جزء من خطة هيئة الأشغال العامة لتطوير الطرق الرئيسية في مدينة الدوحة وخارج مدينة الدوحة مثل ما شفتوا. طبعا هذه تعتبر يعني خلينا نقول العقود الاستشارية هي الخطوة الأولى للقادم اللي هي من ناحية العقود التنفيذية إن شاء الله. احنا طبعا في المرحلة الحالية جزء حتى من هذه العقود الاستشارية راح يغطي أعمال إشراف لمناقصات هي في مرحلة التقييم الفني أو في مرحلة المناقصة، فنتوقع إن شاء الله في القريب العاجل أيضا يتم توقيع عدد كبير من العقود التنفيذية لبعض المشاريع. وهذا يطرح السؤال، إذا كنا نتحدث عن عقود استشارية بهذا المبلغ فماذا عن قيمة المشاريع التنفيذية؟ احنا والله مثل ما قلنا سابقا ان احنا في هيئة الأشغال العامة مجموعة أو قيمة توقعاتنا القيمة التنفيذية للمشاريع أنها إن شاء الله تكون في حدود 100 مليار ريال قطري أو حوالي 30 مليار دولار. فبالتالي مثل ما قلت يعني احنا طبعا المشاريع هذه مشاريع كبيرة، مشاريع نتكلم على تطوير طرق رئيسية مع خدمات البنية التحتية المتكاملة، فطبعا العقود اللي جاية راح تكون طبعا بصفة أنها عقود تنفيذية راح تكون ذات قيمة أكبر يعني حتى إن شاء الله. طبعا أسأل هنا عن التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى التي يتقاطع عملها مع عملكم، ربما أسأل عن شركة الريل أو مشروع شركة حديد قطر الذي يباشر عمله، ماذا عن آلية التعاون والتنسيق بينكم وبينهم؟ احنا طبعا التنسيق سواء كان مع شركة الريل أو مع الجهات الأخرى في الدولة يتم من خلال عدة مراحل، لكن طبعا بالنسبة لمشروع شبكة المترو خاصة أنه مشروع كبير ويغطي أيضا معظم مناطق مدينة الدوحة وعملهم بيكون في حرم الطرق الرئيسية، فبالتالي في تنسيق أكبر، في تنسيق على مختلف المستويات من لجان فنية ولجان عليا، طبعا مش بين احنا وبين اشغال بين شركة الريل مباشرة، هناك طبعا إضافة إلى جهات أخرى اللي هي تتولى عملية التنسيق على سبيل المثال ولها دور رئيسي اللي هي وزارة البلدية والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى بعض الجهات الأخرى، فطبعا في عملية تنسيق في مختلف مراحل المشاريع. طبعا احنا نتكلم على المشاريع هذه راح يكون فيها تنسيق من حيث الأولويات البدء بالتنفيذ سواء كان طبعا لنا احنا او لشركة الريل والتداخل اللي ممكن يصير، فيتم دراسته على مثل ما قلت لك مثل مختلف اللجان. قد يكون هناك عتب من المواطنين وكذلك المقيمين في دولة قطر بأن أشغال لديها حزمة كبيرة من المشاريع ولكن هناك بطء في تنفيذ هذه المشاريع، ماذا أولا يعني ترد على هذا الاتهام، وكذلك أيضا ماذا عن التواريخ أو دخول هذه المشاريع حيز التشغيل؟ طبعا يمكن هذا فيه يعني جزء من الحقيقة، لكن نرد ونقول ان احنا طبعا تطوير خلينا نقول لما نتكلم على تطوير شوارع حاليه موجوده في مناطق سكانيه يتطلب العمل طبعا اول شيء من ناحيه حتى التصميم فتره اطول، ومن ناحيه التنفيذ طبعا في صعوبات تواجه اي مشروع غير لما مثلا يكون في منطقه غير اهله بالسكان، فبالتالي احنا من خلال توقيع هذه العقود على اساس انه نسرع بالعملية وبالتالي على الأقل في مرحلة التصميم ومن ثم البدء بالتنفيذ، ويكون في تنسيق بين مختلف يعني خلينا نقول المشاريع اللي هي راح تكون يعني شغالة في نفس الوقت، فإن شاء الله يعني احنا الهدف من المشاريع هذه ان يتم الانتهاء منها إن شاء الله مع نهاية 2018، هذا الهدف، وإن شاء الله الوتيرة راح يشوفونها يعني يمكن السكان سواء كان بالطرق الرئيسية او بأعمال البنية التحتية في المناطق السكنية راح يشوفون وتيرتها يعني اللي هي راح تتسارع إن شاء الله مع نهاية هذه السنة وخلال السنتين أو 3 سنين القادمة راح تتسارع الوتيرة بشكل كبير، يعني يمكن
احنا نتكلم على مثل ما قلت لك يمكن سابقا احنا يعني هذه اليوم قاعدين احنا وقعنا عقود للطرق الرئيسية وفي بعضها الردي بدأ من ناحية التصميم المبدئي، لكن مثلا المناطق السكانية الردي احنا تم توزيعها وشركات استشارية قاعدة تشتغل في كل مناطق البلد على بناء على الأولويات، فبدء التنفيذ في المشاريع هذه اللي تغطي المناطق السكانية ان شاء الله راح يكون حتى مع يعني نهاية السنة وبداية السنة الجاية، والوتيرة راح تتسارع ان شاء الله في خلال 3 سنين الجاية ما في شك.